الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اللهم نسالك ان تثبت على الحق اقدامنا وان تملأ بنور الايمان قلوبنا وان تشرح لما يرضيك صدورنا وان تاخذ بنواصينا الى ما فيه سعادتنا ورضاك في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم اصلح لنا في ازواجنا وفي ذرياتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ايها الاخوه، بالنسبه لموضوع المال، وهو الموضوع كما قلنا من قبل الموضوع الخطير غاية الخطورة والموضوع الغامض على الناس كل الغموض تقريبا، والموضوع الذي يحتاج إلى دراسة متأنية ويحتاج إلى اهتمام تلته ووعي للعلم. تكلمنا في المرة السابقة آخر ما تكلمنا عن الصدقة، وقلنا إن باب الصدقة باب واسع فسيح رغب الله فيه المؤمنين، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عليه حبا كثيرا. والله في كتابه أفهم المسلمين أنهم حين يتصدقون فإن الصدقة توضع في يد الله قبل أن توضع في يد الفقير والمسكين. وبناء عليه يجب على المتصدق أن ينظر إلى الصدقة من هذا الجانب، أنه إنما يتعامل مع الله. وهذا الكون له آثاره وواجباته. فالله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من الذي يقرض الله؟ يعني يعطي الله فيعطي الله قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى القرض لمين؟ لله. وجاء في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب، كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: مرض عبدي فلان فلم تعد، ولو عدت لوجدتني عنده. الله أكبر. ولو عدت لوجدتني عنده، يعني لوجدت
لك رحمتي تغرقك عندك. هذه الصورة تشعرك بكرامة المؤمن ومكانته عند الله تعالى. أنا كنت بكل إخواننا في التحليل بقول لهم لما عبد الله بن أم مكتوم دخل انشرح صدره للإسلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس مع أسراف قريش يدعوهم إلى الله وقد انتهز فرصة ليقبلوا منه دعوته. فإذا بعبد الله يشوش على الجلسة وهو أعمى فجاء من بعيد يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. فماذا حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عبس بيده كسر وأعرض قليلا عن عبد الله. هنا مؤمن فقير مسكين أعمى قد لا يأبه به أحد من البشر وهنالك تناضيد قريش وأغنياؤهم وعظماؤهم. فإذا بالسماء تتفتح وينزل جبريل من فوق سبع سماوات بآيات من الله ليقول لرسوله لم عبست في وجه عبدي عبد الله بن أم مكتوم هكذا. إن عبد الله لم يرى العجوز ولكن كأن العبوس في وجه الله تعالى. سبحان الله. حين تصير مؤمنا فإنك تصير في حماية ربك والله يغار عليك ويدافع عنك ويدعك الموضع الذي لا تتصوره ولا تشعر به. فيقول الله لنبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى من الكفار وهؤلاء الصناديد فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا لا تعملها مرة أخرى. فإن ذكر هذا المؤمن المسكين الفقير لأسفل عند الله من ملء الأرض ممن كنت تجالسه. ومعلوم أن الأرض تظل عامرة بسبب المؤمنين ويوم لا يكون على وجه الأرض مؤمن فإن الله يدمر العالم ويقيم القيامة. وكما قلت إن جميع الكبراء والحكام والملوك والرؤساء والأمراء يعيشون على حساب المؤمنين الفقراء المساكين يعيشون في الدنيا ويتنعمون على حساب الكماسين والزبالين الذين لا يهتمون بهم ولكن الله يهتم بهم. هنا عبد مؤمن مريض. قد يكون هذا المريض من أكثر الفقراء وقد يكون من اقل الناس في نظر الناس مكانه. واذا بربك يقول لك
لو عدته لوجدتني عنده. عند من؟ عند هذا المريض المؤمن. فاذا ربك عند الايمان ليس عند الشخص، فان الشخص بغير ايمان عليه اللعنه من الله، اما الشخص بالايمان فعنده ربه. اذن هذا سهم كما قلت لكم تجب ان تعوه، ونحن اذا لم نهضم الفهم الاسلامي بوعي فاننا ننكسف ونتاخر ونعيش بعيدين عن جو الاسلام، ولو صلينا مليون ركعه اليوم، لان العباده احيانا تصير عاده لا تؤثر ولا تغير كما صارت للمسلمين الان. وباقي الحديث يقول الله للعبد استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك ان تطعمني فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ فيقول استطعمك عبدي فلان، يعني طلب منك ان تطعمه فلم تطعمه، ولو اطعمت لوجدت ذلك عندي. ليس عند عبدي انما عند الله. يبقى انت بتعامل مين؟ الله. ويقول له استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. الله اكبر. من هنا المنطلق. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك وهضموه هضما سهلا، ولذلك تجدهم نسلا روائع من اروع ما عرفت البشرية في الربانية والعبودية والانسياح في طريق الله. كان الايمان مغيرا لقلوبهم ونفوسهم، وكان في الصلاة ادوية مقوية تصلهم دائما بربهم. فلما طلب منهم ان يضحوا بانفسهم ويقاتلوا قالوا لبيك اللهم لبيك، ولما طلب منهم ان ينفقوا كل اموالهم احيانا اسرعوا فانفقوا كل ما عندهم، ولما طلب منهم ألا يهتموا بالولد أو بالزوجة كان الواحد منهم لو أنك ملأت له الدنيا كلها نساء وأولادا ليحاولوا فتنتك ما استطاعوا أن يحولوه عن ربه طيبة عرب، بل كما جاء في الحديث تتزلزل الجبال ولا يتزلزل احدهم عن ايمانه. هذا هو الصدق، وحين نصدق نتغير ونغير وجه الحياه. اما حين نعبد عاده وننطق بالاسلام عادة ونمشي في الإسلام وظيفة ونرفع الشعارات افتخارا فسيظل كما هو الحال، يظل الإسلام متجمدا لأننا الذين جمدناه
احنا اللي بنجمده، لان الاسلام هو نحن ونحن الاسلام. اذا من هذا المنطلق احب واخوة ان احنا نتغير ونتحرك. ابو الدحداح صحابي جليل كان عنده حديقة من احسن الحدائق فيها 600 نخلة، وكانت هي اكثر ماله. المال اللي عنده هي دي الباقي قليل من السيولة. فلما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، قال يا رسول الله ربنا يستقرضنا؟ قال نعم. قال هات يدك يا رسول الله. فمد الرسول يده فقال له اشهدك اني جعلت حديقتي قرضا لله وفي سبيله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له بخن بخن، مال رابح مال رابح. فمر ابو الدحداح وكانت امرأته في الحديقة ومعها الاولاد، فنادى قال يا ام الدحداح. قالت لبيك ابا الدحداح. ولبيك هي الاجابة المهذبة الجميلة. قال لها اخرجي من الحديقة فقد اقرضتها ربي. فقالت نعم ما فعلت يا ابا الدحداح. نعم ما فعلت. اظن لو كانت زوجة واحد منا كانت جربت بالصراط ولطمت وشدت شعرها وقالت الرجل سأرنا وسأر العيال، ولا بعيني لي مستقبل ولا العيال لهم مستقبل، بدليل ان كلنا كده مش عارفين نعمل اي مشروع اسلامي. وانا متأكد ان كلكم اغنياء وكل واحد منكم وراه في بلده 20 و50 و60 و80 عيلة من الفقراء البؤساء المحتاجين المنكوبين. لكن هو هنا بيبحث ورا الدجاج والفرسان والسيدات. اما الاسلام فليذهب الى ربه، واما الفقراء فيعني هيعملوا ايه الفقراء؟ انطعم من لو يشاء الله اطعمه؟ احنا غلط يا اخي، احنا غلط. ولما اقول لكم احنا غلط يجب نعرف حقيقتنا. لو كل واحد منا بيطلع من جيبه 10 دنانير كل شهر، انا متاكد ان كان الكويت النهارده فيها اعظم المؤسسات الاسلاميه لاخراج احسن الشباب في جميع النواحي. ما كانش عندنا الهزال والضعف والمرض بالشكل اللي احنا فيه. سيدنا طلحة ابن عبيد الله الانصاري، وكان يسمى طلحة الفياض، دخل على امرأته وهو زعلان، وبعدين خرج وهو زعلان، وبعدين دخل ثاني وهو زعلان. فقالت له امرأته يا طلحة إني أراك رادما فخبرنا، فإن كان لك علينا عتاب أرضيناك. التسجل فين حتى؟ انت زعلان ليه؟ قل لنا
ان كل شركة زعلان منا احنا مستعدين نعتذر ونرضيك حتى ولو كنت انت اللي غلطان. ما هي دي المرأة الصالحة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها انها ان اسخطت اغضبت زوجها قالت له يعني قبل ان تنام هذه اليد في يدك لا اكتحل بنوم حتى ترضى. لا يمكن انام الا لما ترضى عنه. دي المرأة الصالحة. لكن اظن انت لما تزعل مع الست يقول لك صالح صالح حد سيئ لك ما تحمد ربنا اللي انا رضيابك تمام يعني ما تحمد ربنا اللي انا رضيابك انا مسمى بيك ولا في العيال ولا في ولا في ولا في يا ست هو انا خليت حاجه ده اللي في ايدي كله في ايدي ورقبتي رخرة في ايدي وحياتي كلها انا والاولاد في ايدي ايه المفاضل كان أي كمان ما هي بنت فلان جابت وبنت فلان جابت والثانية جابت وما فيش واحدة متحسرة لنا وعشت والآخر داخل مكسر طالع مكسر على ايه التفكير اما ما يعجبكش البيت يا سيدنا وتمشي تخش تبحث ايه الحكاية ما بعيش الا تضربه فالراجل يبقى زعلان وما يرضاش يتكلم تقول لي شوف لك اوضه غرب بقى رحمن فيها الثعلبين ما بيقعدوش هنا وبرضه يمكن يشوف حجرة تانية وينام فيها خليه هناك يستاهل ده وسط مكتب ده وسط قرف كلام بيتقال ما احنا بنصلح حالات كثيرة بنجد ان الست قالوا لسه بيطالبوا بحقوقهم قول لي يا اولادي المسلمين ايه فاضل لهم حقوق ده انت بس على حقوق الاخرين الرجال فطلحة قالت له امرأته ما لك وادنا فقال اصل عندنا اموال كثيرة فانا حزين بسبب ما عندنا من مال كثير فقالت له يا طلحة ان كان ذلك يحزنك فلا تبك من مالك شيئا حتى تنفقه على من احببت من الفقراء والمساكين. كان عنده كان 400,000 درهم وجلس طلحة ونادى بالغلمان واخذ يوزع حتى نفض يده من اخر درهم واذا بطلحة كأنه في احسن سعادة استنار وجهه وضحك سنه وانشرح صدره ورأوا فيه حتي انسانا اخر. ليه؟ قال لانه رفع الكابوس على نفسه. تعال طلحة تعالى شوفنا يلا وحياتك عايزين نشوف الشكل ده كيف كان يعيش. ده احنا لما حاجه بتتكسر ولا بتقع ولا بننفق قرشين على ابي على الاب والام على الاب اللي انفقوا حياتهم لاولادهم بنستغفر وبنشعر ان احنا اللي لينا فضل على ابينا وامنا وبنحس كأن احنا آلهة. ليه؟ لأن انا أعطي أبي وأعطي أمي وحس إني مأذبتي شوف أبي فتعالى وتتكبر عليه شوف أمي فتعالى وتتكبر عليها. ليه؟ لأن جوزها اللي بينسى ما نسيبش الزوجة الفاجرة الفاسقة المجرمة أنني ابن أبي وأمي وان هذا اللحم والعظم والعصب وهذا الجسم اللي زي الحيطة انما بني من ابي وامي انما انا قطعة منهما. نسي كل ده بنعيش انا بقول لك بنعيش غلط. في جبال سيدنا ابو طلحة الانصاري
فابن ابو طلحه الانصاري له عمليه كلكم عارفينها، لما الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه جيش فارسل النبي الى كل ازواجه ليجد عند احداهن طعام ضيف، فلم يجد عند اي واحده طعام ضيف، فقال من يضيف هذا الليله وله الجنه؟ فسيدنا ابو طلحه قال انا يا رسول الله، وذهب الى امراته وقال له يا ام طلحه عندنا الليله ضيف. قالت ما عندنا الا ما يعز صبياننا. قال لها اننا ان اطعمنا كانت لنا الجنه. ساعات الجنه تيجي بسهوله كده. قالت له ما دام فيها جنه بقى لا ده احنا نتصرف. فقال لها اشغل الصبيان حتى يناموا، يعني بدون يتعشى، فاذا دخل الضيف فقومي كانك تصلحين المصباح. كانوا بياكلوا سوا كلهم، ما كانش نزل ايات الحجاب، كانت هي وزوجها بياكلوا مع الضيف. قومي كانك تصلحين المصباح فاطفئيه، وانت بتصلحيه اطفيه، ثم نظهر له كاننا ناكل ولا ناكل حتى يشبع ضيفنا. ففعل ذلك، فلما اصبح ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه وقال الرسول له ان الله قد عجب الليله من سمعكما، يعني ربنا اخبر النبي قبل ما يروح ابو طلحه، وانزل الله فيه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. سيدنا عبد الرحمن بن عوف الرسول عليه الصلاه والسلام رغب في الصدقه، كان عنده 4000 دينار. 4000 دينار في الوقت ده تساوي 40000 دينار في وقتنا هذا. فذهب فقسمها نصفين واعطى الرسول 2000 وقال يا رسول الله جئتك بالنصف وابقيت النصف لعيالي. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. ويجي سيدنا عثمان كان غنيا غنى كبيرا وارتفعت الاسعار في المدينه، وكانت هناك قافله فيها حوالي 700 جمل تحمل البضائع اتيه من الشام، تحمل التموين فيها الزيت والدقيق والسمن والسكر الى اخر. فحين دخلت المدينه هرع التجار واسرعوا الى سيدنا عثمان. ليه؟ ليشتروا حتى يبيعوا للناس ويغلوا السعر. فقال لهم عثمان اشتروا. قال نعطيك في الدرهم درهمين. قال لهم غيركم اعطاني اكثر. قال نعطيك في الدرهم 3 دراهم. قال اعطاني اكثر.
قالوا أربعة، قال أعطاني أكثر. قالوا من الذي أعطاه؟ نحن تجار المدينة ولم يسبقنا إليك أحد. فقال لهم إن ربي أعطاني على الدرهم 10 دراهم إلى 70 إلى 70، وإني أشهدكم أني جعلت كل ما جاءت القافلة لفقراء المسلمين. حلو، لأن ما أنا لما قلت إن إحنا بناخد الأموال من الكويت وبنوديها أفريقيا وبنوديها آسيا وعندنا الفقراء البؤساء آخر بؤس، واسألوا لجنة الزكاة وقلت هذا خطأ وهذا حرام، لأنه لا يجوز نقل المال من البلد إلا بعد أن يستغني كل من فيه. الراجل ده بيبالغ، فده احنا لما شفنا ما بلغناش، ده احنا محتاسين اهو وعاوزين فلوس ما احنا لاقيين كمان، ولو فتحنا المسألة شوية هنجد أضعاف أضعاف من انزل الآن، وكل يوم مشاكل لا حد لها. طيب السعر غلي والمرتبات هي، مش ناس واحد غني فتح محل تجارة وقال لوجه الله هبيع بثمن الشراء الأصلي خدمة للمسلمين، لا مش ناس واحد غني فتح محل خضروات وفاكهة وقال من أجل الفقراء أنا سأبيع، مش هيعطي مجانا، سأبيع الخضر والفواكه بالسعر الأصلي خدمة للفقراء، لا مش ناس واحد صاحب محل أصلفة أو محل خضروات فلله إلى آخره من الذين يموت. الذين يموتون يوم يموتون وهم محرومون من الأموال التي أوجدت كذا وخراب في أمريكا وأوروبا. هل فكر أحد في إنقاذ الأسر التي يقبض عائلها 60 و50 و30 دينارا؟ طبعا لا. سؤال آخر لتوضع النقط على الحروف ولتعلم القلوب القاسية المتحجرة الظالمة الفاجرة. الأغنياء الذين عندهم عمال موظفون ويعملون صباح مساء ويقبض أحدهم 30 و40 و50 دينارا وعنده أمه وأبوه وأولاده، هل رحموهم فساعدوهم حتى ولو من الزكاة؟ برضه لا. ثم ندعي الإسلام ونطلب الرحمة؟ يا قوم والله كفى كذبا باسم الإسلام، كفى بجل ونفر، احنا بنبيع. ما بيصير ده، ما فيش خطوة إلا فيها نفاق، ما فيش كلمة صح أبدا. الرجل الصح أين هو؟ المؤمن الصادق أين هو؟ سبحان الله، إيه اللي جرى ما تعرف. ويبقى إذا الصحابة ضربوا لنا أعظم الأمثلة، ولذلك مدحهم الله ورضي عنه. إذن وكان
عشان نعرف كان الصحابي كما ذكر الامام الغزالي في الاحياء وبعضهم كان اذا ذهب الى الفقير يعطيه ويشكره فيقول له اخوه انت تعطي وانت تشكر فيقول له لو لم اجبت اين كنت اضع نفقتي لو لم اجبت انت اين كنت اضع الصدقه دي كنت احرم منها يعني كنت هضيع يعني انت سبب نجاتي وكان بعضهم حين يذهب اليه مسكين يقول له مرحبا مرحبا بمن يطهر الله به اوزاره ويرفع به درجاته ثم يفضل راسه يفضل راسه شكرا له لانه جاء يقول له اعطني وما كان احد يذهب الا وهو محتاج المسألة إذن استكتلت لما نجي في الإسلام نجد علشان الإسلام يفتح لنا الباب واسع إن اللي بيربي يتيم وينفق عليه فله الجنة ومن ربى بنتين أو أختين له أو أجنبيتين عنه كانتا حجرا له من النار اذا رباهما واحسن اليهما وانفق عليهما نجد الاسلام يقول لك اللي بتنفقه على بنتك صدق على ابنك صدق على زوجتك صدق اذا ابتغيت في ذلك وجه الله اما لو كنت انا بقى اقدم لاختي وعمتي وخالتي وخالي واقربي وارحامي يبقى فين حرقتنا انا اهو ده عمل المقربين والسابقين الى الجنه الابواب دي كلها مفتوحه علشان نعرف احنا كيف يصير الانسان مسلم من خلال المال وده كله غير المال الواجب طيب ننتقل نقطه هنتكلم بعد كده في المحاضرات اللي جايه في كلام فقهي بس لكن قبل ما نتكلم في الكلام الفقهي نبين ان خطوره المال اكبر خطوره في المال ان يكون المال بالحرام والمال الحرام ياتي عن طريق السرقه عن طريق الكذب عن طريق الغش عن طريق الغش عن طريق الخيانة عن اي طريق عن المعاملة المعاملة التجارية غير المشروعة فالمال الحرام يسمى مالا باطلا لا يدخل جوف عبد فيدخل الجنة كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به والمال الحرام اذا دخل جوف انسان لا يبارك له في نفسه ولا يبارك له في زوجته ولا يبارك له في اولاده ولا يبارك له في عبادته ولا يستنير قلبه ابدا فكل العلماء متفقون ان الذرة من المال الحرام تظلم القلب وتدخل فيه القسوة ومهما صلى وعبد فهو القاسي المظلم حتى يلقى الله تعالى المسائل سيدي ما هي بسيطة والاحاديث فيها كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الرجل اذا اكل حراما طعم حراما او
شرب حراما او لبس حراما فدعا الله تعالى فان الله لا يستجيب دعاءه. وبناء عليه اكثر لما تسألوا دلوقتي ليه ربنا ما بيستجبش دعاء المسلمين، تجد ان المسلمين اكثروا من الربويات، اكثروا من الغسل، اكثروا من احتكار البضائع، اكثروا من ابلاء الاسعار وظلم الفقراء والمساكين، فاكثر الاموال بناء على ذلك هي حرام. لذلك لا يستجاب دعاء ولا يرفع بلاء ولا تقوم الأمة من مصيبة إلا لتقع في مصائب جزاء بما كسبت وما وقعت. مسألة المال خطيرة خطيرة جدا، حتى إن الصحابة كانوا لا يعدون الورع، ليس الورع عندهم من يصلي ويصوم، إنما الورع عندهم من يطعم اللقمة الحلال. فإذا أكل اللقمة الحلال فهو الورع، مع قلة صلاة النافلة وقلة صيام النافلة. أما إن أكثر التمتمة والقراءة والمصائف، واخد 50 مصحف لمسجد العثمان، 30 مصحف لمسجد الفات السابق، 50-60 مصحف لمسجد احمد عبدالله، 80 مصحف لمسجد مين، بتوزع ايه؟ مصاحف منين؟ مالك حرام وبيتك حرام واكلك حرام وجسمك حرام وكلك حرام في حرام. طهر بيوت الله من الحرام بتاعك يا رب. انت بتعيش فين؟ طيب احنا بالكتل ده عايزين نعرف غلطتنا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الذي حسنه بعض المخرجين: طلب الحلال فريضه على كل مسلم. طلب الحلال يعني ايه؟ يعني طلب معرفه الحلال، انك تطلب الرزق الحلال ده فرض عليك. ومن غير الحديث اذا كان اكل المال الحرام جريمه يبقى لابد انك تطلب المال الحلال. وطلب المال كما في قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. قال: العلم هنا هو علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام. وكان الرجل اذا اخرج ابنه ليتاجر علمه قبل الخروج نقط الحرام ونقط الحلال. واذا خرج زوج المرأة لكي يكتسب تقول له امرأته: يا فلان اتق الله ولا تكسبن الا من حلال، فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فاكثر ما يدخل الناس النار الفم، الفم لانه يتكلم قبيحة ولانه يأكل من كل ما هب وجب، حرام دلعينه حلال دلعينه. لا، وبعد كل التحذيرات دي تطلع لنا السيوخ وتظهر لنا عمائم لتقول: ايش يعني الرضا؟ يا راجل تساهل، حسابك يسطل. انت عارف انت تساهل ليه؟
لان حضرة الاستاذ جالوا قرشين فوضعهم في الدرس وبينفش عليهم الفايدة. فازاي بقى اذا كان كده يبقى برضو كل الناس كلها تقع في الحرام؟ اسمعنا هو اللي يقع في الحرام يلا هو غرقهم وياه. ولو انصف لكفت نفسك ولا يحتمل اوزار الناس. اذا مسألة الحرام خطيرة. لذلك قال العلماء لو ورث ورثة ورثوا مالا حراما هل يجوز وهم يعلمون انه حرام هل يجوز ان ينتفعوا به ويكون ابونا هو الذي كسب المال من الحرام واحنا من له؟ قال لا يجوز يحرم عليهم الانتفاع بالمال الحرام. ليه؟ لان المال الحرام ليس ملكا لابيهم فلا تنتقل الملكية اليهم لا تنتقل لانهم ورثوا اباهم وابوهم ما كان يملك المال الحرام. المال الحرام حق لاصحابه. فاذا اذا ورثوا اباهم يرثونه فيما يملك الاب والاب لا يملك الحرام الا يرثون المال الحرام. طب ماذا يعمل الورثة التي يتخلصون من هذا المال فيصيرون فقراء؟ نعم ولكن خوفهم من الله سيجعلهم من اغنى الاغنياء. المسألة مش عايزة كلام. طيب افرض ان احنا وصل عندنا مال حرام وعاوزين نسوب منه ماذا نعمل في المال الحرام اللي احنا نريد نسوب منه؟ قال لك شوف اذا كان المال الحرام مال معين يعني معروف فلان له 20 دينار وفلان له 50 دينار وفلان له 60 دينار او فلان له قطعة ارض والثاني ده له عمارة والثالث له كذا يجب ربط المال لاصحابه. هذا اذا كان المال الحرام معلوما. قال فاذا كان المال الحرام قد اختلط بمال وانا غير متأكد من المال الحرام يساوي ثاني هل هو ربع المال او خمس المال او عشر المال او نصف المال انا لست اعلم. قال الامام الغزالي عقد في هذا فصلا وجاء باراء العلماء فقال عليه ان يعمل بغالب الظن. يعني غالب الظن يعني ايه؟ هو مثلا يشك ان عليه مال حرام 100 دينار يشك لكن غالب الظن ان المبلغ يوصل الى 150 يقول يعمل بغالب ظنه فإن عمل به ندى أمام الله يعني طلع 150 يبقى لا يخرج بالشك إنما يخرج بغالب الظن. في علماء قالوا لا يا سيدي لا إيه قالوا يطلع بالتأكيد وليس بغالب الظن. طب كيف التأكيد؟ قال لك هو بيشك في غالب ظنه 150 علشان يكون مطمئن 100% لو طلع 175 يبقى مطمئن 100%. فالعلماء الاخرون يقولون يجب ان يخرج 175 يعني يخرج الجزء اللي هو مطمئن 100% ان ده اذا اخرج يبقى كل ماله حلال المال الباقي. فهذا رأي في التخلص من مظالم المال. طيب افرض انه لم يتخلص من هذه المظالم يعني خلاها في المال بتاعه وتاب هل التوبة
تطهر المال؟ قالك لا تقبل التوبة من ذنب المال الحرام إلا بإعطاء المال لأصحابه. لا تقبل التوبة من المال الحرام إلا برد المال لأصحابه. طيب افرض أن أصحاب المال أنا لا أعرفهم، كيف؟ قالك أصلا أنا كنت راجل تاجر وبشتغل في السوق. أنا كان بحلف مرة يمين بالله، ومرة يحلف بالصلاة، ومرة يموه عليه بطريقة معينة. المهم الغش والكذب والحلف بالأيمان، هذا كان صبعه، فروج بضاعته وباع حراما بهذا الشكل. الذين اشتروا منه هو لا يعلم عنهم شيئا، ولا يعلم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. ماذا يفعل؟ قالوا يأخذ المال الحرام ويمسكه على الفقراء والمساكين على حساب أصحاب الأموال. طب هو لا يعرف الأصحاب، لكن الله يعلم أصحاب الأموال بكل ذرة، فالله سيوزع على كل صاحب مال صدقات وحسنات بقدر ماله. هو اللي حيوزع الحسنات بقدر ما له من مال، يبقى يعطيه للفقراء والمساكين. وكل مال لا يعلم صاحبه، يعني او يعلم صاحبه لكن صاحبه مات ولا ورثة له، اذا اردت ان تتخلص منه فاعطيه الفقراء والمساكين، وعلى نية ان ثواب المال لأصحاب الأموال، وبذلك تبرأ ذمتك ويرجى ان يقبل الله توبتك. افتكر المسألة سيدي اصبحت واضحة. طيب بالنسبة للكلام في المال، المال ما هي المعاملات المالية التي نتكلم عنها؟ ما عندنا معاملات كثيرة، وانا متأكد ان المفروض ان احنا يكون معنا كتاب، وان يكون مع كل واحد منا كراسة عشان نلخص له فيها كل مرة الدرس. وانا هحاول في كل محاضرة جاية ان قبل اخر المحاضرة بعشر دقائق اقول لخصه الاخر، كل واحد يجيب بقى بعد كده كراسة وكلم، اقول لك لخص الاخر، وانا هكون معايا ورقة اعطيك خلاصة المحاضرة من الناحية الفقهية. يبقى في مدى لما نخلص المعاملات الاسلامية ونتكلم عن البيوع الموجودة وعن الرهن وعن الصرف وعن الربا وعن الحاجات الحرام في السوق والحاجات الحلال، بعد كده هتبقى انت طلعت عالم بعلم قل الان من يدرسه، وهذا العلم فرض عليكم كلكم تقريبا او اكثركم. ما في احد منا لا يتعامل في البيع والشراء، كلنا نتعامل في البيع والشراء سواء كنا تجارا ام لسنا تجارا، فاحنا محتاجين لمعرفة هذه الامور وتدوينها. تقول لي الاشرطة ما بتكفيكوا كلكم، ومع ذلك كل محاضرة اشرطتها هتكون جاهزة، يعني بس بيكون جاهز 60 شريط يعني، لكن لما كل واحد يجيب معاه كراسته هتبقى المسألة سهلة، ونبقى احنا وتلخص كل مرة ولو في ورقة صفحة واحدة المحاضرة بتاع اليوم، لأن احنا بنكرر فيها ونوضح لأنها أمور مهمة.
طيب من كفاية خطوتين في هذا الموضوع، كلمة حرام وحلال. لما هندخل هل الحرام والحلال ما يؤخذ بالدليل القطعي او ما يؤخذ بالدليل الظني؟ طب ايه الدليل القطعي والدليل الظني بقى؟ انتوا هندخلكوا في ربطه. انا هذكر لكم ايه يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومعنى الآية ان الله يقول للعلماء وللناس: لا تتجرؤوا على الله بالفتوى فتقولوا من عند انفسكم ومن غير دليل، تقولون هذا حرام وهذا حلال افتراء على الله، يعني بدون ما يكون عندكم الدليل من جهة الله. اذا الذي يحرم هو الله والذي يحلل هو الله، وما يحرمه رسول الله يكون الله قد حرمه، وما يحله رسول الله يكون الله قد أحله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ففيه رأي عند العلماء، بعضهم يقول لا نأخذ الحلال والحرام إلا من دليل قطعي. دليل قطعي يعني إيه؟ يعني من نص القرآن. من نص القرآن، النص الذي ليس فيه رأيين، النص الذي لا يحتمل إلا رأيا واحدا، وهذا قول بعض الفقهاء. البعض الآخر يقول لا، الأدلة الظنية يعني جميع الأحاديث النبوية ولو لم يكن معها آيات من القرآن يؤخذ منها التحريم والتحليل، وبهذا وعلى هذا كان المسلمون السابقون من الصحابة والتابعين في أكثريتهم. والموضوع مختلف يبني على قاعدة اسمها القاعدة الأصولية. من اتحدثلكوا في المعمعة دي كلها احنا هنجيبها لكم زي ما بيقولوا بيضة مكسرة، يعني زبدة جاهزة للأكل على طول. انت تاخدها وتروح بلعها وتربينا يجعلها بالهنا وبالشفا عليك ان شاء الله. هذه العلوم الخاصة بالحلال وبالحرام كما قلت لكم مأخوذة من القرآن ومن السنة ومن إجماع المسلمين، من إجماع المسلمين ومن القياس. طب القياس ده إيه راسه؟ يعني في حاجة حرمت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، جت حاجة ظهرت بعد أيام النبي بعد الصحابة تشبه اللي حصل في أيام النبي، والعلة واحدة. فإذا كانت العلة واحدة وبتها حرم يبقى الثاني يحرم. مثلا الخمر حرمت لماذا؟ لأنها مسكرة. جاءت بعض الخمر انواع كثيرة من المشروبات ومنها الحشيش وغيرها، فصارت حراما لان العلة اللي موجودة في الخمر اللي خلت الخمر حرام هي العلة الموجودة في الحشيش.
وبناء عليه لما نيجي نقول ان بيع الميتة حرام. حرام ليه؟ قال لك لانها نجسة ولانعدام الفائدة منها. يبقى كل شيء نجس لا فائدة فيه لا يحل بيعه ولا شراؤه بالنسبة للمسلم. وبالشكل ده هناخد حاجات كثيرة. بيع الاصنام منصوص عليه انه حرام. يبقى كل ما يشبه الاصنام من المعبودات يبقى برضو بيعه حرام. ونمسك بالشكل ده. اذا احنا عندنا التحليل والتحريم يأتي من القرآن ومن السنة ومن إجماع الصحابة ومن القياس. ومش أنا اللي هتكلم، أنا هذكر لكم في كل موضوع رأي الفقهاء. وأرجو إن ربنا يوفقنا على ما نخلص البيوع نطلع رسالة في البيوع، على ما نخلص المعاملات الثانية نطلع رسالة فيها، لما نخلص الربا نطلع رسالة في الربا بالنسبة للمعاملات اللي احنا نتعامل بها، حتى يصبح كل واحد منا عنده فكر سليم في هذا الموضوع. أيها الإخوة، الموضوع ما هو سهل. ودراسته احنا لما بندخل في الأحكام الفقهية بتبقى المسألة جد قوي بقى. وبعدين الأحكام دي فرض علينا. تقول لي مش فرض، أقول لك تبقى أنت غلطان 100%. وما دامت فرض إذا طلبوها فرض. ومصيبة المسلمين في هذا الوقت ومع الأسف حتى في الجامعات والمدارس، في حد بيجيب سيرة المعاملات، حد بيجيب سيرة البيوع والرهن والسلم والصرف، حد بيجيب سيرة ما يقع فيه المسلمون من أخطاء ومن أغلاط تجعل أموالهم حراما. لا أقصى. أمال دولة إسلامية فيه، وزارة التربية فيه، جامعة إسلامية فيه، طب وزارة الأوقاف بتعمل ايه؟ قال لك بتوعد، حصلت البركة، خليكوا ادي احنا بقالنا 50 سنة بنوعد والناس بتاكل حرام، وانا متأكد ان كتير في وزارة الأوقاف بياكلوا حرام، وخلينا نوعد بس. يا ناس ده رأيي الشعب، ومفيش حد هيقول كلمة الحق ابدا. الشعب الضايع ده مفيش حد هيمسك بايده ابدا اللي كده. نسأل الله الهداية والتوفيق وخلص في حسن الأذن. اللهم يا سيدي، وانا قلت حاجة الله يفتح عليك. واحد سبحان الله ابن حلال اللي كاتب هذا انسان طيب. انا بقول انكم مكسرين الاسئلة، واحد بيكتب لي ورقة بيقول لي مرضى فتح صدرك لمزيد من الاسئله، لان كل اجابه تجيبونها تغيرون الطريق المظلم للسائل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن نفسه من فرده من فرد الدنيا. ما انا ما بزهق من الاسئله، انا بزهق عليكم يعني على طول الوقت على اللي جالسين، لكن الواقع انا بالعكس في منتهى السعاده وانا اجيب على اسئلتكم، لانه انا بيهمني كلكم تكونوا مرتاحين ومبسوطين. بيسال بيقول ما معنى المحصنات الغافلات؟ المحصنة هنا بالذات المرأة العفيفة عن الزنا، العفيفة. أما معنى الزني فالزني هو الإنسان اللي دخل في حوزة الإسلام، بمعنى أنه بيدفع الجزية والحاكم المسلم والدولة الإسلامية مقابل دفع الجزية، ومقابل انه بيعطيها الامان وبيعطيها الطاعة، مقابل ذلك الدولة بتحميه وبترعاه. فهذا اسمه خاضع للدولة الاسلامية
من الوجهة العامة. بيسمى هؤلاء أهل الذمة، يعني أهل العهد الذي بيننا وبينهم، إن هم يعيشوا تحت قانوننا وطاعتنا وإحنا نقوم بحمايتهم. يعني النصارى اللي موجود في بلادنا دلوقتي اسمهم أهل ذمة، لو عندنا يهود برضه اسمهم أهل ذمة إلى آخره.